السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة جيمز بيست فيفا موبايل. وأنا بلعب الكامبين ماستر اكتشفت ان في جليتش ممكن ان احنا ناخد منه اكس بي ونعلي الليفل بتاعنا بسرعة جدا. طيب انا كنت وصلت ماتش يوفنتوس وكنت اتعادلت معهم حوالي 3-4 مرات وخسرت مرتين. الماتش صعب جدا، بتلعب فريق 99 وانا اوفر 85 ومغلوب 3-0، ومفروض ان انا اكسب، مش هتعادل على الاقل ولا العب ضربات جزاء، حتى لازم اكسب 4. الماتش صعب جدا، وبعدين اي شوطة يعني بتيجي على رجل اللعيب في الجون شكرا، يعني ممكن ابقى كسبان 3 مثلا وخلاص رايح مثلا هجيب جون ولا حاجة، او فاضل لي جون مثلا وهكسب، فاضل 10 دقايق ولا حاجة الحق اجيب جون، الاقيهم يروحوا لسعين ان انا جون يضيعوا على الماتش. طيب انا وانا بلعب اكتشفت حاجة، لما خسرت الست ماتشات او السبع ماتشات دول خرجت لقيتهم جايبين لي ان انا اخدت اكس بي واخدت الليفل وما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. فانا طبعا استغربت، انا مفروض راجل بخسر، يعني مفروض مفيش مقابل للخساره في الكامبين، لما بتكسب ماشي بتاخد اكس بي فالليفل بيعلى. انا كنت كل ماتشين بكسبهم كنت باخد اكس بي عليهم بيدوني ليفل دلوقتي، وكانوا بيملوا لي الطاقه تاني. دلوقتي انا لما بخسر، لما خسرت لقيت نفسي برضو باخد الليفل، برضو مفيش مشكله بالنسبه لهم في الخساره، برضو بيديك اكس بي للليفل، فلقيت نفسي ان انا لما بكسب عادي. زي ما انتم شايفين انا عمال ابدا الماتش واعمل فورفيت، انا بخلص الطاقه تمام، يعني هنشوف اللي هيحصل. يعني انا بخش الماتش بعمل فورفيت منه، بخرج لسه معايا طاقه فبلعب تاني، افضل اعمل كده لحد ما الطاقه تخلص وما يجيبليش تراي اجين، شوفوا اللي هيحصل. انا ما جربتش الموضوع ده في الكامبين الاليت ولا الجولد ولا السيلفر، هي حصلت معايا صدفه في الكامبين الماستر بس، عشان ما حدش يجي يجرب في الاليت ويلاقيها مش شغاله يقول لي مش عارف ايه. بصوا يا جماعه ده كان اخر فورفيت، اللعبه بتحمل اهي وهيجيب لي ان انا اخدت الليفل وهيديني الجوائز بتاعه الليفل. طبعا جوائز الليفل بيديك اكس بي 20,000، 15,000، هاي بنديني 4 كروت 5,000 و80 طاقة وفتح لي تشكيل. طيب انا برضو هجرب لكم الموضوع تاني عشان خاطر ايه، للتأكيد مش اكتر، جربه لكم مرة واثنين وثلاثة، انا عناية ليكم. بصوا نعمل ترند الاكس بي اهو، ناخد الاكس بي كله نحطه في دبالة عشان خاطر ايه، محدش يقول ده مركب فيديو ولا حاجة. هنخش اهو، انا البس المتواصل لو ركزتوا انا بسجل بالسكرين ريكوردر اللي هي بتاعت الشاشة، هتلاقوا الوقت بيعد فوق مش ملعوب فيه، يعني فيديو مش مقصوص ولا حاجة. اخش على الكامبين ماستر اهو، دخلت على ماتش اليوفنتوس وهبتدي اعمل فورفيت اخلص الطاقة اللي معايا تاني كلها. ركزوا بقى، بصوا اهو ببدأ الماتش من على اليمين فوق العلامه اللي هي بتوقف الماتش، بعمل فورفيت وبخرج كده. انا الماتش بياخد 15 طاقه او 15 انرجي انا طيرتهم، بعيد تاني اطير 15 تاني، افضل اقلل في الاستامينا بتاعتي لحد ما تخلص خالص وهكذا. الكامبين ماستر يا جماعه صعب جدا، صعب جدا، يعني اللي يخش هو 85 زي كده بجد هيتخزوا. انا تعبت بصراحه، في ماتشات يعني عديتها وكانت بتمشي. اليوفنتوس ما اعرفش وقفت عند اليوفنتوس ليه، امال هعمل ايه مع مانشستر يونايتد في الماتش الاخير. فانا بقى بحاول استغل الجليتش ده ان انا يعني اطور اللعيبه اللي معايا، اللعيبه بقى المهمه اللي في الهجوم، ديبالا كريستيانو، لان الناس دي اللي بتشوط واللي بتخلص، فمحتاج اطورهم بحيث حتى يبقوا السرعه بتاعتهم عاليه يقدروا يجروا. بونوتشي وكليني ارخم اتنين مدافعين قابلوني في الكامبين الماستر لحد دلوقتي، انا ما شفتش رخامه كده، رخامه رخامه يعني. والحارس تشينزيني ده
مشكلة. أنا عقدني في ماتشات كنت متعادل 3-3، والله العظيم كان بيشيل كور يعني زيها بتيجي جوان وش، يعني ما فيهاش هزار. بصوا يا جماعة، نفضل نعمل فورفيت كده لحد ما نزهق، لحد ما اتقل. الموضوع ممل شوية، بس طالما في فايدة عايدة علينا مفيش مشكلة خالص. اديني للصبح، انا قاعد لك. لو هقعد 24 ساعة اعمل فورفيت كده، طالما هتديني اكس بي ببلاش وتعلي لي الليفل ببلاش وهتفتح لي التشكيلات كلها، انا ما عنديش مشكلة كده. الطاقة خلصت، خرجت اخر ماتش وعملت كونتينيو بقى، مفيش تراي اجين. هتلاقي نفسك واخد الليفل باشا كده، معزز مكرم، احسن من اي حد. الفيديو ده انا صورته عشان الناس تستفيد، عشان خاطر المفروض الواحد لما يبقى عارف حاجة أو يكتشف حاجة في اللعبة المفروض يبقى أمين مع الناس، المفروض يوصل للناس المعلومة ما يستغلهاش لوحده. تمام، خدت 25,000 ونروح نحطهم بقى، ولا نلعب تاني نجرب مرة تاني؟ نجرب لكم مرة كمان للتأكيد بس على الجليتش. اهو يا جماعة فورفت، اللي ما يعرفش الفورفت بيتعمل ازاي، هتلاقي فوق على اليمين علامة بوز اللي هي بتوقف منها الماتش، هتلاقي تالت اختيار فورفت. طبعا انا كده بدخل الماتش وبطلع منه كده، انا بخسره، يعتبر فيلد دي خسارة، وبضيع 15 بوينت. طبعا الليفلات اللي انا بعديها دي بتفيدني انا، ان هي بترفع لي الاستامينا بتاعتي، انا كل ما باخد ليفل بيرفع لي الطاقة بتاعتي. أنا كنت بادئ تقريبا الطاقة بتاعتي كانت 80 تقريبا، وصلت 95 دلوقتي ولا 97 مش فاكر، وهكذا. هو ده الجليتش يا جماعة، هنفضل الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر، وكل ما هتخلص هتلاقي الطاقة بتاعتك اتملت تاني تلقائي، وهتلاقي الليفل اتاخد وخدت معاه اكس بي ترقي بيه اللعيبة. محتاجين بقى جليتش يدينا فلوس، يعني لو في جليتش يدينا فلوس كده نروح مطلعين الفريق اوفر 100، ايه يبقى فلوس واكس بي، تجيب اكس بي تحطها في اللعيبه ترفع اللعيب بالفلوس، يعني روقان سيزون زي الفل. حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تاخدوا اكبر عدد ممكن من الاكس بي او تستفيدوا من الجليتش ده، لان اكيد 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 الثغرات دي اللعبه بتمسكها والمطورين بيعرفوها فبيبتدوا ان هم يشتغلوا عليها. طبعا مشكلة اللبس اتحلت، كان في ابديت النهاردة الصبح انا شفته قبل ما اصور الفيديو ده، ادوني 3 تيشرتات، قالوا لي الـ3 تيشرتات دي تعويض ليك عشان خاطر احنا زعلناك الفترة اللي فاتت ما كنتش عارف تلعب بتيشرت اليوفنتوس. فدلوقتي بصوا يا جماعة، هاخد الليفل اهو وهناخد الاكس بي اهو، بقت ليفل 41 والاستامينا بتاعتي بقت 100، وخدت 80 كمان عليهم بقوا 180، وخدت 25,000 اكس بي. نروح نكمل بيهم تطوير في ديبالا. ديبالا ده بصراحة يعني رجليه صاروخ، رجليه صاروخ، مكسبني ماتشات كتيرة بصراحة، والوحيد اللي يعتبر يعني افضل سكيل في السكيلات كلها هي السكيل بتاع الروليت. الريمبو ده حاجة تعبانة جدا، او مش عارف ممكن مع تطوير اللاعب او مع تطوير السكيل بتاعه السكيل نفسها تتحسن، انما انا مش شايف اي امل في. شكرا للمتابعة، اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.